السياسي وكذلك عضو سابق في المجلس الدستوري. أهلا بك سيدي الكريم. أهلا وسهلا مرحبا. من أكثرهم سياسيا تقريبا طرح واقعي وأكثر إقناعا؟ المسألة ليست مسألة الواقعية، الواقعية موجودة عند الطرفين، لكن الإقناع كذلك يمكن أن يكون لفئة محددة داخل المعارضة، وربما لطبقة سياسية أو لقوى اجتماعية معينة يقنعها خطيب المعارضة كما يقنع الطرف الآخر خطيب الموالاة، وهذا شيء هو أصل الديمقراطية، يعني أن يكون فيه وجهات نظر متباينة، متقاربة أحيانا، متطابقة أحيانا، وهذا الشيء اللي شاهدته فيه. ولكن نقول بأنه الضغط اللي كان موجود في وجوب إعادة تكييف النصوص القانونية القائمة مع ما يتضمنه الدستور من أحكام ومبادئ جديدة، ربما هو الشيء اللي يجعل طرفين كل منهما يجد تبرير للموقف اللي عرفته هذه الدورة. هذه الدورة كانت تعاني من ضغط. لماذا الضغط؟ لأنه تعد آخر دورة من دورات للعمل المعمول بها، وهو نظام الدورتين. احنا مقبلين على نظام الدورة الواحدة. حتى الدورة الواحدة هذه ستبتدئ بأنها دورة منقوصة. لماذا؟ لأنه ستصادف بعد مرور 7 شهور أو 8 شهور سيصادف تجديد المجلس الشعبي الوطني في سنة 2017. ستنتهي عهدة البرلمانيين الموجودين اليوم، وتكون فيه بداية انتخاب مجلس شعبي وطني جديد في سنة 2017. لذلك نقول بأنه نقاش مهم جدا، وهذا هو الصلب العمل السياسي الديمقراطي، هو أن تكون الفكرة والفكرة المناقضة لها. أنا لم أميز، بل بالعكس كان في مستوى الأخوين الذين النائبين الذين كانوا يتكلمان، كل منهما يعبر عن وجهة نظر محددة، ولكن بمضمون سياسي، برؤية سياسية واعية، وفيه إدراك لما كانوا يعبران عنه للطرفان. سيد عمر خيل، خلينا نتوقف عند موقف المعارضة الذي يقول بأن هناك طابع استعجالي في كل القرارات أو القوانين التي تم تمريرها في المدة السابقة، لذا انتقادهم الأساسي هو حول استعجالية القرار في ما جرى فيما سبق. ما الذي يبرر هذا الاستعجال، وهل كان هناك فعلا استعجال؟ أول حاجة لازمنا نتكلم لما نتكلم عن الاستعجال من الأعمال اللي موجودة كذلك في العمل البرلماني ومنصوص عليها في النظام الداخلي، أنه قد تكون هناك حالة استعجال لتستوجب من البرلمان التصدي لملفات أو لقضايا محددة تعرض عليه، اقتراح قانون أو مشروع قانون يعرض عليه في ظرف قصير. هذا ما يعنيش بانه تقليل من اهميه الدور تاع البرلمان، لانه صعيب. لكن نقول بان محاوله يعني اللحاق بتكييف ما هو موجود من تشريع مع الاحكام الدستوريه لتنطلق الدوره القادمه في نظام الدوره الواحده استوجبت عرض هذه المشاريع القوانين التعديليه على المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. ولذلك ممكن فعلا كان في حرمان من المناقشة الواسعة المعتادة على مستوى اللجان المجلس الشعبي الوطني والجلسات العامة، لكن لضرورة أحكام أحيانا. وأنا نقول بأنه بقدر ما يمكن نتفهم الانشغال تاع القول بأنه لم تحظى هذه القوانين بالمناقشة الكافية، يمكننا كذلك الإقرار بحقيقة أنه الدورة تأخرت في الاختتام نتاعها. تم تمديد الدورة، الغاية من تمديد الدورة هي أنه نستقبل الدورة القادمة اللي تفتتح في بداية سبتمبر من السنة، ونوصل بهذه الدورة. لأنه لم تحظى مشاريع القوانين أن يكون جلوسنا في سبتمبر أمام إشياء ما هي القاعدة التكفير وعمل المجلس الوطني ومجلس أمة خلال القادم. بحديثك هذا هل نبأ يعني في الماعي يكون مجلس الدولة نلاحظ تغيير بطريقة أو على الأقل في عمل البرلماني، وكذلك فيما يتعلق بنقطة المراقبة بالمجلس الشعبي الوطني؟ سنجد في مطلع الدورة سنجد حبسي طابع غازلة للناخب، لأنه لا ننسى أن الدورة تفتتح والأنظار كلها متجهة لموعد سياسي محدد اللي هو تشريعيات 2017. ولذلك أنا لا أستغرب ولا أستبعد أنه ستكون برمجة حماسية
ستكون ثانية من خلال النقاشات والأفكار وربما مغازلة الناخبين. شيء مشروع عمل سياسي أنه التنافس الانتخابي والتنافس بين الوجوه السياسية والتنافس بين البرامج والوعود هو شيء مشروع، شيء مشروع. ولذلك كما تكرمتي أنا أتوقع فعلا بأنه سيكون دخول ساخن وستتميز الدورة بخطاب سياسي ربما يذكرنا بالمناقشات التي جرت بشأن قانون المالية في سنة 2015. سيعود قانون المالية لسنة 2017 القادم، سيعرف خلال الدورة القادمة كذلك مناقشات وربما حتى تطرفات وربما حتى أفكار غير واقعية ولكن ستقدمها مقترحات، وهذا شيء في إطار التنفس. ولكن في النهاية المتلقي اللي هو المواطن هو المعني الأول له قدرة على التمييز وله دراية بيميز فيها بين الخطب المعسولة والخطب الواقعية أو خطاب يعني لغة الخشب، سيميز بين لغة الخشب وبين لغة. وإن كان التصنيف الآن راه موجود قال هذه موالاة أو أغلبية كما يفضل السيد حدوش جماعة الأغلبية وجماعة المعارضة ولم يقل الأقلية، قال المعارضة وهي في الحق أغلبية وأقلية، معارضة وموالاة خارج خارج في إطار سياسي، لكن داخل البرلمان كاين أغلبية وكاين أقلية. ممتاز. في معرض حديثك سيد عامر خيلان الحديث عن وجوه سياسية، ربما وجوه سياسية ستغيب، هنا نتحدث عن قانون طبعا الانتخابات 73-94 فيما يتعلق بالمشهد السياسي والأحزاب الصغيرة. يجب أن نتفق على شيء، احنا تجربتنا ليست هي الأولى، كاين تجارب كثير. نعطيك مثال قريب، البرتغال والإسبان بداوا بما يزيد عن 170 حزب، يعني لما دخلوا انتقلوا من النظام الديكتاتوري للنظام الديمقراطي. أوروبا الشرقية في مرحلة انتقال بعد صدور سقوط جدار برلين سنة 89. الإشكال اللي راه مطروح بالنسبة لنا، احنا بعد ربع قرن من تجربة التعددية بدل ما تسود فكرة الحزب وكون فيه الحزب اللي يبنى على أفكار محددة، كاين فكرة حزبية كاين برنامج كاين رؤى كاين أفكار، للأسف تحولت فكرة الحزب من الأفكار إلى الوثيقة إلى الاعتماد. ولذلك عرفت ساحة سياسية مجموعة كبيرة من الأحزاب، بل الأغلبية الساحقة من الأحزاب الموجودة في الساحة اليوم هي أحزاب لا وجود ميداني لها. ولذلك لاحظنا المناقشات اللي جارت خلال عرض قانون الانتخابات، مناقشات كانت واسعة، مناقشات كانت منفعلة أحيانا. لماذا؟ لأنه البعض رأى فيها أنه في إقصاء لهم في الأجيال السياسية القادمة. لذلك لما نتكلم الآن عن الأحزاب، أنا في تصنيفي الأحزاب هذه ما يسمى بالأحزاب الصغيرة، كاين نوعين من الأحزاب، كاين أحزاب لا تملك من صفة الحزب إلا الاعتماد، ليس هناك ليس هناك العمود الأساسي اللي هو مكتب سياسي أو قيادة مركزية أو امتداد حزبي. كاين أحزاب لها أفكار حتى وإن لم يكن لها انتشار حزبي انتشار شعبي، لكن لها أفكار ومثلت سواء عن طريق رئيس الحزب أو قيادة الحزب، لهم أفكار ولهم مقترحات ولهم إضافة، يقدمون إضافة في المشهد السياسي على الأقل في المجال الفكري. الآن مخيرون بين الاستمرار في، وهنا راح ندخل محك لهذه الأحزاب من أجل البقاء والاندثار. البقاء والاندثار، الاندثار بالنسبة للأحزاب اللي اعتمدت طيلة قلت هذه العقدين من الزمن أنه تحولت إلى اعتمادات الإيجار، يعني كان هناك القرار محق تقريبا فيما يتعلق بقانون الانتخاب في ظروف في وجوب ضبط الساحة السياسية ووضع ضوابط. الدستور يتكلم عن الحرية السياسية، عن العمل السياسي، لكن دور المشرع هو وضع شروط محددة للعمل السياسي. ضمن نقاش مفتوح الشيء اللي راح نعيشوه مستقبلا هو أنه الكثير من الأحزاب اللي موجودة اليوم كأحزاب اعتماد سوف لن تجد لها وجودا. لماذا؟ لأنه الشرط نتاع 4% في 2012 والتي لم تشارك في 2012 ولا لم تكن وجدت ولم تشارك، كاين نسبة معينة من الناخبين لازم تحصل عليها. الشيء اللي راح يفرز لنا
راح يفرز لنا مجموعة من الأحزاب تتنافس على وعاء انتخابي محدد. لكن الإشكال احنا قلنا بأنه كرسة الشكارة ودخل عنصر المال وكذا، مع العلم بأنه في السياسة المال والإعلام سلاحان رئيسيان، يعني القوة الناعمة كما يعبر عنها اللي هي المال والإعلام. لكن أنا الشيء اللي حبيت أقوله بأنه لا يمكننا محاربة ظاهرة الشكارة بحرمان فقط هذه الأحزاب الصغيرة من المشاركة. ظاهرة الشكارة لن تنتهي في الجزائر ولن تنتهي في أي دولة من الدول ما دمنا نعمل بالنظام الانتخابي اللي يقوم على القائمة النسبية. الشيء اللي ممكن يضحد وكل الانتخاب ديمقراطي وما يصدق وما ينجم عنه أنه فيه تمثيل حقيقي للناخبين هو القائمة الإسمية. والقائمة الإسمية الآن الموالاة والمعارضة على السواء متفقين على عدم وجودها. لماذا؟ لأنه منذ سنتين أو ثلاثة وهي مطروحة المسألة كل المعارضة كل موالاة يرفضوا القائمة الإسمية. لماذا؟ لأن القائمة الإسمية فيها أن الناخب لما ينتخب زيد أو عمر صوته يذهب لزيد أو عمر. القائمة الإسمية تكون على مستوى دائرة انتخابية، دائرة انتخابية تكون على مستوى الدائرة الإدارية وليس دائرة الانتخابية على مستوى الولاية. هذا الشيء من شأنه أنه يجعل لو نطبق القاعدة هذه يجعل كثير من القيادات الحزبية اللي موجودة لن تكون لها حظوة نيل مقاعد انتخابية في البرلمان أو في المجالس المحلية. واضح سيد عمر الرخيلة. وفي إطار حديثنا عن كل ذلك ننتقل دائما مباشرة إلى المجلس الشعبي الوطني وكلمة طبعا رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي محمد العربي ولد خليفة فلنتابع. السيدة رئيسة المحكمة العليا، السيدة رئيسة مجلس الدولة، السيدات والسادة النواب، السيدات والسادة من أسرة الإعلام، يسعدني في البداية أن أرحب بكم في رحاب المجلس الشعبي الوطني شاكرا لكم مشاركتنا مراسم اختتام الدورة الربيعية لهذه السنة التي شهدت جهودا كبيرة ومتواصلة من أجل إرساء دولة الحق والقانون وتكريس منطق الحكم الديمقراطي وتحقيق الأولويات التنموية الوطنية المعبر عنها في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. سوف تتجاوز الجزائر الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها أغلب اقتصاديات العالم بما فيها القوية، وتعيد بناء قوة اقتصادية متعددة المصادر وتعتمد على خلق الثروة وتطوير الاقتصاد المعرفي والرقمي واعتماد معيار الاستحقاق وتشجيع النخبة المنتجة للأفكار وكذلك السواعد المؤهلة مهنيا في الصناعة والفلاحة والخدمات وعصرنة مؤسسات الدولة وإصلاح قطاع المالية وتشجيع الاستثمار المنتج للثروة والمحافظة على الملكية العمومية والحد من التهرب الضريبي وكل أشكال الغش والمحسوبية. وسوف تكون جزائر الغد هي جزائر الجهد والمثابرة والأمل. أيها السيدات والسادة، زملاء السيدات والسادة النواب، تنعم الجزائر اليوم بالأمن والاستقرار والنمو نتيجة تفعيل مشروع النهضة الوطنية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والذي جمع بين الإرادة المخلصة لخدمة الوطن والحرص على تلبية تطلعات المواطنين وترسيخ الأمن والسلم بمبادرته التاريخية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية ورغبته الصادقة في بناء اقتصاد صاعد يحقق أولويات التنمية الوطنية ويمكن المواطنين من العيش في أمن وطمأنينة وعمله الدؤوب لإرساء دولة الحق والقانون والديمقراطية التشاركية مع العمل على تعزيز التجانس الوطني ودعم الوحدة الوطنية وتحسين الهوية الجامعة الموحدة. فلا إسلام بلا وطنية ولا هوية ثقافية بدون ركنيها الثابتين في التاريخ والواقع، وهما العربية والأمازيغية اللذان يمثلان معا الجذع المشترك لكل الجزائريين. لا يمكننا إدراك الإنجازات الكبرى التي حققتها الجزائر منذ بداية الألفية الحالية إلا إذا وضعناها في إطار تحليلي موضوعي يأخذ بعين الاعتبار مختلف التهديدات والتحديات التي واجهتها الجزائر بعد محنة خطيرة جدا دامت عشرية كاملة وفي سكوت دولي مريب. لقد كان لمشاريع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والتعديلات الدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية الأثر الإيجابي
في جعل الجزائر جزيرة للأمن والاستقرار في عالم مضطرب ومتأزم، فقد كانت ولا زالت الجزائر سدا منيعا أمام مختلف مخططات التفكيك التي تعرضت لها المنطقة العربية تحت ما يسمى الربيع العربي. السيدات والسادة الأفاضل، لقد شكل الخطاب التاريخي لرئيس الجمهورية اليوم 15 أفريل 2011 الأرضية المرجعية للإصلاحات السياسية والتي اعتمدت منهجية توافقية قائمة على التشاور والتشاركية، والتي ساهمت في إنضاج التصورات الكبرى الهادفة لبناء المناعة الوطنية وتعزيز الديمقراطية في الجزائر من خلال إعادة كان هذا طبعا مشاهدينا جزء من كلمات رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، كنا نقلناها لكم على المباشر، وسيكون لنا طبعا عودة إليها. عودة الاستوديو معك سيد عامر خيلة. استمعنا، لو نقف عندك محلل سياسي، نقف عند تحليل افتتاحية العربي ولد خليفة، افتتح الحديث عن الاقتصاد والتنمية، ما دلالات ذلك؟ وبعد ذلك بدأ يتطرق عن أمور أخرى. تحدي لواجه الجزائر اليوم هو شيء تحدي سياسي أو تحدي ثقافي، بل هو تحدي تنموي اقتصادي. احنا الآن نعاني من أزمة مالية، والتقديرات اللي راهي موجودة تقديرات وإن تباينت من مختلف المصادر، فيه تباين، فيه التفاؤل، فيه التشاؤم، إلى أنه كلمة السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني تفيد أنه لابد من تعزيز جهود الدولة في اتجاه تأمين انتقال الجزائر من الوضع الذي هي عليها أو ما يهددها من ناحية الاقتصادية إلى وضع أحسن. ولكن من جهة أخرى في حصانة. ما هي الحصانة؟ هو أن تمكننا من تفادي الكثير من الانزلاقات التي وقعت سواء على المستوى الجهوي أو الإقليمي، والحصانة أو المناعة اللي يتكلم عليها أنه المناعة اللي اكتسبتها الجزائر اكتسبتها نتيجة تجربتها. ثم كذلك سيد رئيس المجلس الشعبي الوطني يتكلم عن ما تضمنه الدستور من رؤية جديدة في إطار أبعاد المكونة للشخصية الوطنية وفي إطار تعزيز اللحمة الوطنية من خلال إقراره للأمازيغية وتعزيز الأبعاد الثلاث للشخصية الوطنية. على ذكر ملف تعديل الدستوري سيد عامر خيلة، متى نشعر فعلا بما تم تغييره في الدستور الجديد؟ يعني ربما نلاحظوا أنه سياسيا بدينا نشعره من خلال ما يحدث يعني في البرلمان وغيره، لكن فعليا متى يشعر المواطن الجزائري وحتى الطبقة المثقفة بأنه هذا التعديل فعلا يتم لمسه على أرض الواقع؟ هو الدستور كوثيقة أساسية للمجتمع، الأهمية تعوين تكمن ماشي في وجود مبادئ سامية، في وجود قيم الحرية وقيم الحقوق الإنسان وقيم الديمقراطية، في تجسيد هذه المبادئ وما يعبر عنه بدسترة الحياة السياسية. بمعنى دسترة الحياة السياسية معناها نقل أحكام الدستورية من الحيز النظري إلى الحيز المعاش، ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق تشريح. لاحظنا كيف أن الدورة هذه تميزت، لأنه لماذا؟ لأنه تخصت مباشرة لإعادة تكييف القوانين الموجودة في منظومتنا القانونية مع الأحكام التي تضمنها الدستور. ثم من ناحية الاجتماعية والثقافية، فالمواطن لازم يكون في الدستور هذا وثيقة حاضرة، وثيقة في أحكامها، في المبادئ اللي تضمنها في حياته، ولن يتأتى ذلك إلا باحتكام مختلف المؤسسات للدستور. ولما أقول الاحتكام معناها التقيد بأحكام الدستور في إدارة الشؤون العامة للبلاد، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الثقافي أو على المستوى العمل البرلماني والاجتماعي. وهذا يؤكد بوجود ثقافة. احنا بكل موضوعية ثقافتنا الدستورية ما زالت محدودة، والثقافة الدستورية تحتاج الوقت وتحتاج الممارسات وتحتاج كذلك لرجال مؤمنين بأنه لا مخرج للجزائر أو غيرها من الدول إلا بالاحتكام للقوانين العادية وبناء دولة القانون، ولن يتأتى ذلك إلا بتكريس المفاهيم والأحكام والمبادئ التي تضمنها الدستور 2016 كاستكمال لحياة الدستورية عرفناها منذ 63، عرفت كذلك مطبات في أكثر من مرحلة، وجاء دستور 2016 بمثابة تتويج
لنضالات شعبية ولنضالات سياسية لتجربة مارسناها في الإطار الديمقراطي منذ دستور 89. واضح سيد عامر خيلا، كنا قد تحدثنا في الكواليس عن دور المعارضة وأهميتها في الحركة الديمقراطية. اليوم أشرت منذ قليل بأنه اليوم لدينا أقلية وأغلبية، الأغلبية هي الولاد والمعارضة هي الأقلية، لكن كيف يمكن للمعارضة بأهميتها في المشهد السياسي طبعا أنها تكون عندها قوة ولو هي أقلية؟ لاحظي المعارضة اليوم، المعارضة لازم فكر، يعني لما يكون نظام موجود بحزب أو أحزاب مكونة تمثل النظام وتمثل الأغلبية البرلمان، في مقابل هذا كاين حكومة الظل كما يقولوا الإنجليز اللي هي المعارضة، والمعارضة عملها فاعل وإيجابي. لماذا؟ لأنه ترشد السلطة لمواطن الضعف اللي موجودة، للعيوب اللي موجودة، للظواهر الفساد اللي ممكن موجود. لذلك أنا أقول بأنه إذا كان الآن الأخوة الموجودين في الأحزاب السياسية مشتتين، النظام الانتخابي اللي موجود مش عائق. لماذا؟ لأنه كاين صيغ في إمكانية الائتلاف الحزبي في التحالفات الحزبية، واللي توقف الأمر فقط تجاوز أنانية معينة وجود رؤية لمعارضة. وش يمنع الآن أنه تكون 10 أحزاب 12 حزب 15 حزب يتفقوا على توحيد قائمة موحدة؟ قال لأنه الوعاء الانتخابي تاع كل حزب بمفرده ماهوش مناسب، فلذلك يتم تجميع الجهود ويمكننا نوصل إلى معارضة فعلا أنها فاعلة، معارضة فعلا. شاهدناها سيد عامر خيلا مع تكتل الجزائر الخضراء، لكن لا، في تكتل الجزائر الخضراء كانت تجربة، كانت تجربة. واش من الشيء اللي يمنع كذلك أحزاب المجلس الوطني الانتقالي اللي راهم موجودين، ولا الأحزاب اللي ظهرت في سنة 2012، ولا ما يسمى الآن بالقطب الديمقراطي ولا التنسيقية؟ واش من الشيء اللي يمنعهم أنهم ما يتجاوزوا لهذا الذاتية ويتوجهوا نحو تكوين كتل انتخابية حتى وإن كانت متواضعة لكنها ستعطي مشهد سياسي ديمقراطي، مشهد يمكنه من شأنه أنها مقدر. ولكن هذا من ظلم اللي من خلال حواراتي مع الزملاء والأصدقاء اللي موجودين في الكثير من هذه التنظيمات ما زالوا بعيدين عنه، وهو المخرج، هو المخرج. لأنه إذا كان بقى كل حزب متمسك باعتماده دون قاعدة شعبية لن يكون له وجود ولن يكون له تمثيل. وفعلا لأنه الآن لماذا لازم لهم إطار محدد؟ وهو لماذا نقول الكلام هذا؟ لأنه إن ذهبت المعارضة بالتشتت اللي موجود عليه والأجيال السياسية بدأت بوادرها الآن تظهر في بعض التنظيمات الحزبية، تنافس الانتخابي بدأ من الآن في خلال الانشقاقات اللي راهي بدأت تظهر في بعض الأحزاب، سوف لن تصل إلى موعد 2017 ولا هي من الحزب يلد مجموعة من الأحزاب. وهذا إن دل على شيء، النضج السياسي مازال ضعيف، رؤية سياسية مازال ماشي واضحة، الأفكار اللي لازم نضلوا. لماذا؟ لأنه مثلا النظام الانتخابي المعمول به الآن هو اعتمد في أوروبا بين مثل الأقليات الفكرية، الأقليات الفكرية أو الأقليات الإثنية يمكن لها تكون موجودة في هذا. إحنا الآن عندنا بعد 25 سنة لا أقلية فكرية تمثلت في هذه الحزيبات، بل ولا تعالى ونسمح لنفسي وبكل مسؤولية ولا تعالى على المشهد السياسي من خلال عدم وجود خطاب سياسي بناء، بعد من خلال غياب إضافة لقدموها للساحة السياسية. ولذلك الوضع اللي راه موجود الآن استمراره لن يخدم لا الساحة السياسية ولا الممثلين في هذه الساحة. واضح سيد عامر خلو، أنت تتحدث عن الخطاب السياسي، ربما ألصقنا رداءة الخطاب السياسي بهذه الأحزاب المجهرية، لكن لاحظنا حتى الأحزاب الكبيرة يعني خطاباتها كذلك نزلت إلى مستوى ربما تابعنا خلال عام مستوى رداءة كذلك والشعبوية. أنا لا أقول بأنه ضعف الخطاب السياسي أو عدم مسؤولية الخطاب السياسي وعدم إدراك أهمية الكلمة والتأثير نتاعها لدى المتلقي لا أقصرها على هذا ما يسمى بالأحزاب الصغيرة، بل هي ظاهرة مميزة للمشهد الحزبي في الجزائر. ونزيد نأكد لك كذلك بأن ظاهرة الشكارة إذا كانت اختفت باختفاء الأحزاب الصغيرة ستبقى في الأحزاب الكبيرة، لأنه مسألة ولات مسألة تنافس ومسألة تسابق على وشراء ذمم
وهذه ظاهرة، بالرغم من أنه في التشريع نتاعنا فيه ما يعاقب عليها، في قانون الانتخابات تجاوزات اللي تحدث من هذا القبيل، في أحكام جزائية في قانون الانتخابات، لكن للأسف لم يسبق وأنه في ذات وأن طبقت. إذا كان فيه صرامة في من طرف السلطة المعنية بالمتابعة تنفيذ هذا القانون واحترامه، فليكن تنفيذ الأحكام والمواد الجزائية الموجودة في نصوص القوانين الانتخابية، وكذا في الأحزاب قانون الأحزاب السياسية. وضح سيد عامر خلال ربما نعود مرة أخرى إلى المجلس الشعبي الوطني وكلمة رئيس هذا المجلس السيد محمد العربي ولد خليفة، ولنعود. الوطني الساهر على طمأنينة الشعب في كل ربوع الوطن، وكل المؤسسات الأمنية المعنية بالدفاع عن سيادة الدولة وسلامتها الترابية ووحدتها الوطنية. تقوم السياسة الخارجية للجزائر على مبادئ واضحة وثابتة، وتحظى باحترام في المحافل الدولية والمنظمات الجهوية، ويطلب الكثير من قادة العالم رأيها ومساعدتها في كثير من القضايا والأزمات التي تعرض لها العالم. كما أن الجزائر حاضرة على الساحة الدولية بمواقفها الشجاعة المتمثلة في نصرة الشعوب المستعمرة من أجل حقها في الحرية وتقرير المصير، فهي داعمة ومتضامنة قولا وعملا مع الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة من أجل استرجاع حقوقه وبناء دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف. كما أن الشعب الجزائري يدعم ويتضامن مع الشعب الصحراوي لتحرير أرضه وصون كرامته كآخر مستعمرة في أفريقيا، وهي مع هذا الشعب المسالم في مقاوماته المتعددة الأبعاد بقيادة ممثله الشرعي الوحيد جبهة البوليزاريو المعروفة بكفاحها الشرعي والنظيف، كما برهن على ذلك المؤتمر الاستثنائي الأخير للجبهة بالدخلة والذي انتخب فيه ديمقراطيا السيد إبراهيم غالي رئيسا جديدا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية خلفا للرئيس محمد عبد العزيز رحمه الله. يقدم مجلس الشعب الوطني تهانيه للسيد غالي على المسؤولية الثقيلة التي كلها بها من أجل نيل شرف تحرير بلده من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على كل أراضي الصحراء الغربية. أيها السيدات، أيها السادة، أيها الجمع الموقر، كان هذا دائما جزء من كلمة رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، يعني على هامش اختتام الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2016. عودة مشاهدينا من جديد إلى نقاشنا سيد عامر خيل، حتى نختم هذا الملف فقط حديث كذلك كما استمعنا للعربي ولد خليفة عن السياسة الخارجية في ضمن الكلمة التي يقدمها، وعلى رأسها الملف الصحراء الغربية، وهنا نربط كذلك الحديث عن جديد مع المغرب وغيره. لا، من يتابع الأحداث العالمية يلاحظ بأن المتغيرات الدولية صعبة، ومع ذلك ظلت الجزائر متمسكة بمبادئها السياسة الخارجية اللي هي مبادئ نوفمبرية لمناصرة حقوق الشعوب في تقرير المصير والتحرر، الوقوف مع القضايا العادلة، فيه كذلك ثوابت لنا فيما يخص النزاعات المطروحة قضية فلسطين وجيراننا في الصحراء الغربية. يعني مواقف الجزائر ثابتة، أكد عليها السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن الجزائر متمسكة بمبادئ سياستها الخارجية، ولم يهمل لا القضية الفلسطينية، لأنه ملفان رئيسيان بالنسبة للسياسة الخارجية اليوم في ظل المعطيات الدولية الموجودة اليوم والوضع العربي العام وما يجري من مؤامرة في إطار تفكيك الأسرة العربية ومحاولة تنفيذ مشاريع غربية ليست جديدة بل هي قديمة تعود إلى سبعينات القرن الماضي فيما يخص الشرق الأوسط الجديد. يعني لغير ذلك، شيء اللي لاحظوه كذلك أنه أكد السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني على الموقف ثابت للجزائر من الصراع المغربي الصحراوي بشأن مبدأ تقرير المصير بالنسبة للأخوة في الصحراء، والمؤتمر الأخير الذي انعقد في الاتحاد الإفريقي، والمسائل المغربية من خلال الوفود التي أرسلتها لها أكثر من دولة من دول، محاولة استمالة العديد من الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد الإفريقي، ولكن مع ذلك تمكنت العديد من الدول الإفريقية من التناغم
مع الصوت مع الموقف الجزائري المناصر لقضية الصحراء الغربية ومحاولات المغرب في دفع بعض القوى في إفريقيا لنزع العضوية عن الاتحاد الإفريقي، العضوية عضوية الصحراء الغربية من الاتحاد الإفريقي باءت بالفشل رغم الإغراءات اللي موجودة ورغم الضغوط اللي موجودة من قوى دولية هي أمريكا وفرنسا في تأييدهم للمغرب في سياسته المتمادية في عدم الإقرار بمصير شعب الصحراء. اتضحت الصورة. المحلل السياسي وعضو السابق في المجلس الدستوري السيد عامر خيلة، جزيل الشكر لك على إثراء النقاش حول طبعا اختتام الدورة البرلمانية الرابعية لسنة 2016 وما تلاه من مواضيع متشعبة. شكرا لك سيدي الكريم. شكرا لكم. إلى ملف آخر، خلال ندوة صحفية بالغرفة السفلى للبرلمان يوم أمس، فتح الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي فتح النار على وزراء الفلاحة السابقين الذين أثبتوا فشلهم في النهوض بالقطاع الفلاحي رغم البحبوحة المالية، موضحا وبلغة الأرقام أن المنظومة الفلاحية والفلاحين لا يزالون يتخبطون في مشاكل.